عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. تحيه كبيره جدا لمواليد برج الاسد، صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتر في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر، لعل يكون عندك خير الفتره اللي جايه وعندك تغيرات جذريه. ركز معايا بس، انت كويس جدا وان شاء الله باذن الله تلاقي اهداف وانطلاقات حلوه. وزي ما قلت لك التاريخ 18 مايو 2022، النهارده الاربع يا برج الاسد. نشوف مع بعض ايه توقعاتنا الفتره دي وايه الاخبار عندنا وايه اللي بيحصل او احنا عايزين نشوف الدنيا فيها ايه. اخر الفيديو هنقول الرساله بتاعتك. يلا نقول بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. برج الاسد، اليومين دول انت مش مرتاح، في حاجه ضايعه منك، في حاجة عمال تفكر فيها، أو مش مرتاح في نومك، مش مرتاح مع أولادك، مش مرتاح مع شريكك، الله أعلم. عندك كمية راحة، كمية تعب مش طبيعية من كتر التفكير. الفترة دي هيبقى في خبر حلو، حاجة معينة، تغيير مكان، تغيير حياة، نقلة جديدة، الله أعلم. أنت ناوي على سفر، أو ناوي على لقاء، أو ناوي على مولود جديد، ناوي على حاجة جديدة، الله أعلم. عندكم مشروع الفترة دي حرفيا هينجح، والمشروع ده هيكون كبير جدا وهيكون بشرة خير ليك. البعض منكم باله مشغول، البعض منكم مستني أكتر من حاجة عايز يعملها، أكتر من طريقة عايز يشتغل، الله أعلم. بس حرفيا في طاقة جديدة وفي اخبار حلوه متعلقه بيكم، انتوا طال انتظاركم في اكتر من حاجه. اكتشفتوا حقيقه، اكتشفتوا خيانه، اكتشفتوا غدر، اكتشفتوا امور تعباكم نفسيا وازماكم، وعرفتوا مين بيكرهكم ومين بيحبكم. لكن الفتره دي هيكون في نقله جديده او في نصره حلوه جدا من عند ربنا. البعض منكم باله مشغول، في حاجة هتوصلوا لها، في هدف حلو جدا الفترة دي بإذن الله هيكون في قمة الازدهار عندكم، علشان الطاقة بتاعتكم عالية ومفتوحة، انتوا بتحاربوا علشان توصلوا للهدف، لكن الهدف محطوط قدامكم. ركزوا كويس جدا في الحاجة اللي انتوا عايزينها، وبإذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى هيكون في تغيرات جذرية وحياة جديدة احسن من اللي انتوا فيها دي. البعض منكم هنا يعني في حاجه معينه هيعملها، هتطلعه او هيبقى في تجديد لحياه، الله اعلم. بس انتوا ناويين على اكتر من حاجه، وفي حاجات كتيره جدا مفتوحه قدامكم. مش عايزاكم تكونوا متسرعين، لان انتوا تعرضتوا لغدر وتعرضتوا لمعاناه من الشريك، فياريت تخلوا بالكم. ما عندكمش قرارات الفترة دي، مش عارفين تاخدوا قرار، مش عارفين تناموا، مش عارفين تراحوا، مش عارفين اي تعملوا ايه. ليه؟ علشان خاطر الطاقة المعينة اللي متوزعة عليكم دي تعباكم نفسيا. ففي طاقة روحانية جديدة عندكم في الايام دي، هتحسوا كده بتجديد في كلام، تجديد في مشاعر، تجديد في امور كتيرة جدا. فالايام دي هي ايامكم، لازم بقدر المستطاع تثبتوا وجودكم، لان تحسين الحظ بتاعكم قدامكم. البعض منكم هنا ساكت وحزين وما بيتكلمش في أي حاجة. البعض منكم ممكن يكون عنده فحوصات او بياخد علاج لمعدة، انتوا دايما بتشتكوا من المعدة وبتشتكوا من وجع في الجسم غير طبيعي، اكتر من طعنة خدتوها من كل اللي حواليكم، مفيش حد واقف جنبكم في اي حاجة، شايلين هموم الدنيا كلها، ما سايبينش اي حاجه الا ما شايلينها فوق دماغهم. يا ريت اللي انتوا فيه ده تهدوا منه شويه وتبعدوا عن اي غدر او اي طاقه مؤثره، لان الناس اللي حواليكم مش حابالكم الخير زي ما انتوا حابين لهم الخير. فكل ما انتوا هتغيروا من نفسكم الامور عندكم هتتحسن. في ضيق ودموعكم نازله بسبب الضيق اللي عندكم. يا ريت الفتره اللي جايه تهدوا اعصابكم، بلاش عصبيه، بلاش توتر، بلاش حيره، بلاش تفضلوا تضغطوا في نفسكم على حاجات ما تنفعش. لازم بقدر المستطاع تهدوا اعصابكم، لان الفتره اللي جايه دي هتكون في يعني تطورات حلوه، تجديد لامور حلوه، امور هتفعلوها جديده، الله اعلم. اكتر من حاجه هتفعلوها جديده هيكون فيها تغيرات جذريه لكل حياتكم. بلاش القلق، بلاش الحيره، وبلاش الضغط النفسي اللي انتوا عمالين تضغطوا على نفسكم بيه، لان ربنا كريم عليكم وربنا رايد لكم الخير.
في حد عندكم هيفعل امور جديده، البعض منكم ممكن يكون عنده خطوبه. انتوا مشكلتكم ايه؟ مشكلتكم ان انتوا لما بتعملوا خطوبه بتعملوا حاجه بتخص العلاقه العاطفيه بيتدخل حد ودايما بيفشلها. فيا ريت تخلوا بالكم من فشل العلاقه العاطفيه بسبب حيه موجوده عماله تدور وراكم، ودي تعباكم جدا. سفر مفتوح باسمه كبيره جدا، طريق سفر، وطريق السفر ده هيكون خير، خير قوي ليكم. في كمان عوده لاشخاص عندكم او اشخاص جدد هيرجعوا لكم. انتوا عندكم عزال، تغيير بشكل كبير وبشكل واضح جدا. في ايام حلوة هتجي لكم، الايام دي هتكون من عند ربنا وهتكونوا مبسوطين جدا بيها، لان ربنا كريم جدا عليكم. وعايز اقول لكم ان انتوا ناويين تردوا الالم اللي ضربتوه من الناس الكذابة والخاينة. فما شاء الله عليكم، عندكم رجوع حق مفتوح، بس بلاش التوتر. حاليا انتوا لسه في مكانكم، حاليا لسه ما اتحركتوش، ما خدتوش القرار، ما خدتوش التجديد، ما عملتوش اي حاجه تجديده. عندكم واحده معاها بنت، الست اللي معاها بنت دي بتحقد عليكم وبتغل ومش حابه لكم الخير، حقوده غياره، مش حابه ابدا ان انتوا تكونوا كويسين. فيا ريت تخلوا بالكم منها ومن غدرها ومن طاقتها السامه. مين عندكم عنده محكمه، عنده دخول محكمة، عنده انتصار في حق، عنده دخول المحكمة، ودخول المحكمة ان شاء الله بإذن الله يطلع منها مرضي، لان ربنا كريم عليكم وحبب لكم الخير. فدايما تخلوا بالكم من الناس الحقودة الغيارة اللي بتحقد عليكم واللي مش حابة لكم الخير ابدا. عندكم حد او انتوا خسرتوا مال بسبب مشروع فشل، الله اعلم، بس الفترة اللي جاية دي خلاص هتبدأوا تعملوا حاجات جديدة. انتوا والاهل في شد بينكم، او في غيمة سودة بينكم وما بين الاهل، في حد يعني اخ او مرات اخ حقودين عليكم. خلال الاسبوع اللي جاي باذن الله هيكون فيه تجديد علاقة، تجديد طاقة، تجديد امور، الله اعلم. انتوا مشتاقين، عندكم كمية اشتياق غير طبيعية، مشتاقين لحد، مستنيين لقاء بحد. في امور جديدة عندكم هتحصل، تجديد لعلاقة، تجديد لامور، بسم الله ما شاء الله عليكم. في حد بعيد عنكم، الحد اللي بعيد عنكم ده هيبقى في لقاء معاه الفترة اللي جاية وهتكونوا مبسوطين جدا. والدايرة اللي عندكم دي والخنقة اللي بتجي لكم من غير سبب دي من كتر الحسد، كان يعني في حد عزيز على قلبكم وانتوا بتحبوه جدا، الحد ده توفى، ومن بعد ما توفى انتوا حاسين ان انتوا شايلين الدنيا فوق كتفكم. انتوا دايما معرضين للحسد، لان انتوا اجمل ما انتوا ظاهرين. يعني شوفوا وصلت معاكم ليه، اجمل ما انتوا ظاهرين، وعشان كده البعض منكم عايز يخرج من الحرب اللي هو فيه. رتبت امور كتيره جدا عندكم، ربنا كريم عليكم، قلبكم طيب، القلب الطيب اللي عندكم، ودايما القلب الابيض هو ده اللي بيوقعكم في خذلان ومشاكل من الاحب. فدايما اقول خدوا بالكم واحذروا وابعدوا عن اي امور بتاخد من طاقتكم. المنفصلين بالهم مشغول، المنفصلين عمالين يفكروا، اوعى تستعجلوا في اي قرار تاخدوه الفتره دي، لان انتوا هنا عايزاكم تحذروا من شخص بيدعي ان هو بيحبكم، الشخص ده بيكرهكم. والفرحه اللي عندكم دي هتكون حلوه جدا، ايام في قمه الازدهار، عندكم ايام باذن الله هتكون فيها فرحه وهتكون فيها طاقه ايجابيه. الصحة بتاعتكم فيها تحسن بشكل كبير جدا، لان هيكون عندكم صلح حلو مع حد او لقاء مع حد. كمان انتوا البعض منكم عنده جوه قلبه صراع، عنده جوه القلب كده امور مش طبيعية من كتر التفكير الزايد اللي عندكم، من كتر الامور اللي حاطينها ببالكم. فياريت تخلوا بالكم، انتوا ندمانين انه في حاجة حصلت عندكم، في حاجة حصلت وانتوا ندمانين عليها، او الصراع الداخلي اللي جواكم
تعبكم نفسيا، فيا ريت تخلوا بالكم البعض منكم هيكون في صفقة حلوة. الصفقة الحلوة دي هتفرحه جدا وهتديه أمور مستجدة. فدايما تخلوا بالكم من نفسكم وتحرصوا على اللي في ايدكم، تحرصوا على اللي في ايدكم، لأن الأمور هتتقلب والسحر هيتقلب على الساحر. ليه بقى هيتقلب على الساحر؟ علشان خاطر ربنا كريم وانتوا اتأذيتوا كتير، مفيش حاجة كملت عندكم بسبب الحقد والغل اللي جاي لكم من الناس. وفي حيرة، انتوا محتارين من شوية امور، في طريقين قدامكم، والطريقين اللي قدامكم دي انتوا مش عارفين تبدأوا فيها ازاي، مش عارفين تاخدوا فيها تبدأوا منين، لان الطرق حاسين قدامكم ان هي مقفولة. فطول ما انتوا هاديين طول ما ربنا هيكرمكم من حيث لا تحتسب، وهيجعل ايامكم كلها مباركة، هيجعل ايامكم كلها جميلة، هيجعل ايامكم كلها مبشرة بالخير الفترة اللي جاية. فبلاش القلق وبلاش الحيرة وبلاش التوتر. الفترة دي بقى في حياتكم علاقة نرجسية، في حياتكم علاقة تعباكم، أخدة من الطاقة بتاعتكم، حاولوا بقدر المستطاع تخرجوا من العلاقة دي علشان العلاقة دي تعباكم ومخلياكم اتغيرتوا، ومخلياكم العلاقة دي قافلة عليكم بيبان كتيرة جدا، ممكن تكون فيها خير قافلة عليكم بيبان، أو أنتم مقيدين في علاقة انتم مش مرتاحين فيها، فياريت تخلوا بالكم وتخرجوا منها فورا. في كمان هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، في شخص، الشخص ده هيرجع ويكلمكم تاني وهيجيب لكم هدية. الشخص ده هيكون فعلا راجع ندمان، شخص كان ليه علاقة بالعاطفة راجع ندمان، وانتوا مش هتكونوا، هتكونوا حيرانين مش عارفين تعملوا ايه. ايه الحاجة اللي بتميزكم عن الاخرين اللي انتوا بتتفكروا فيه بيحصل؟ ان اللي انتوا بتحسوه بتلاقوه، ان اللي انتوا يعني حاجات كتيرة جدا انتوا كنتوا كل بتحسوها بتلاقوها بتحصل على طول، وده بيخليكم انتوا برضو تخافوا. استيراد حقوقكم من ناس ظلمتكم بطريقة لطيفة وبأخدان حق. فبسم الله انتوا عندكم نصرة زي ما قلت، وعندكم تغيير، التغيير ده هيفرحكم قوي، وهتبقوا انتوا في صفقة، في امور جديدة، في طاقة معينة الله اعلم. بس اغلب قراءتكم بتدل على الخير، اغلب قراءتكم بتدل ان انتوا عندكم مهمات مهمة هتتخطوها، او عندكم مرحلة جديدة للافضل، مرحلة هتتخطوا فيها المشاكل اللي انتوا فيه حاليا. مين عندكم او انتوا او حد عندكم اخد خطوة تخص الجواز، تخص الارتباط، تخص العلاقة العاطفية؟ الفترة دي هتكون في هدوء اعصاب، بس هتبقوا في ضغوط، الضغوط دي اللي هتخليكم انتوا متضايقين. ما تتضايقوش خالص، الضغوط اللي انتوا فيها دي طبيعي وامر طبيعي، بس دايما تحصنوا نفسكم من اي اذى متقلب عليكم. في كمان بسم الله هنا حاجتين انتوا حيرانين فيهم، لكن مش عارفين تتصرفوا ازاي. طيبة قلبكم هم وطيبة قلبكم وأناقة قلبكم هي اللي هتدلكم على الخير، وهي اللي هتنقذكم من أي أذى ممكن حد يأذيكم. انتم مميزين جدا بالعزيمة والقوة وبالإرادة اللي انتم عايزين تحققوها، فبلاش القلق خالص، علشان القلق بدأ يبان جدا على وشكم، بدأت تحسوا ان في حاجات غريبة بتحصل معاكم ومش عارفين تفسروها. لازم تهدوا، لازم تخلوا بالكم من بعض التوتر اللي انتم بتعانوا منه الفترة دي. في حاجات مش عاجباكم وبتحاولوا تفكروا فيها وتحلوها بشكل إيجابي، فياريت تخلوا بالكم من تدخل الناس في علاقاتكم، علشان بتقولوا الناس ما بتتدخلش، لا بتتدخل. انتوا عندكم دوامة، والدوامة دي حيرة، فالفترة دي انتوا معرضين للحسد بالأشد بطريقة كبيرة جدا. ليه؟ علشان الأناقة والشياكة بتاعتكم وضحكتكم بساطتكم، حاجات كتير جدا بتضحكوا عليها، عانيتوا من كتر التضحيات وكتر المعاناة اللي انتوا ما كنش لازم تعملوها، عانيتوا كتير جدا من بعض التفاصيل، في امور مش واضحة لكم، الامور دي تبع مصلحتكم، فياريت تخلوا بالكم. ولو انتوا مازال بتضحوا وقفوا التضحيات لحد كده، علشان انتوا ما جاتلكمش غير وجع القلب. عندكم اشارتين، الاشارتين دول هيدعموكم وهيساعدوكم الفترة اللي جاية. في حد اكبر منكم سن، الحد اللي اكبر منكم سن ده دايما
دايما بيقعد معاكم وبيديكم نصايح، وانتوا بتركزوا معاه جدا، او انتوا بتحبوا تتكلموا معاه جدا، بتستغلوا كل كلمة بيقولها لكم، بتحبوا جدا تتكلموا معاه، والله اعلم، علشان خاطر بتحس ان هو بيريحكم حتى في الكلام. حرف الميم وحرف النون وحرف الالف وحرف السين وحرف الحاء والدال والواو، الحروف دي مفيش حد منهم بيحبكم، الحروف دي أذى ليكم، الحروف دي تعب نفسي وجسدي، ومنهم علاقة غامضة أو منهم علاقة نرجسية. حاولوا بقدر المستطاع لو انتوا عندكم حد من الحروف دي تخرجوه بره حياتكم، أو انتوا الفترة دي بتصفوا حساباتكم، علشان بتقولوا احنا تعبنا نفسيا وجسديا، لازم تصفوا حساباتكم بأي حد في يعني عامل لكم اذى الفتره دي، انتوا اللي فيكم مكفيكم ومش ناقصين اي ضغوط نفسيه من اي اطراف اخرى. ليه؟ علشان بدا التعب يظهر على وشكم، وانتوا ما بتحبوش كده، انتوا بتحبوا دايما تبانوا باحسن صوره. في يوم، اليوم ده ليه ذكرى معاكم، اليوم ده انتوا ما بتحبوش، لو ما مش عايزينه يتكرر، مش عايزين اصلا تفتكروه، اليوم ده كان فيه ما يعني اذى، كان فيه تعب الله اعلم، او كان فيه خساره فيه ليه كبيره. الايام اللي جايه دي حرفيا باذن الله هتكون في رساله تطمين، هتكون في رساله قويه، هتكون في رزق من بعد المعاناة ومن بعد الخسائر اللي انتوا خسرتوها، اكتر من انفراجة حلوة، اكتر من تغيير حلو ليكم، رسالتكم هتكون قوية، علشان رسالتكم هتكون من عند ربنا، التعويض اللي ربنا هيكرمكم بيه بسم الله ما شاء الله عليكم، نور على جميع الاوضاع بتاعتكم بسم الله. في حاجة ضايعة منكم، في سرقة، دوروا في حاجاتكم هتلاقوا ان في حاجات مسروقة منكم، هتلاقوا حاجات يعني مش عارفين لحد الان راحت فين، خلوا بالكم من حاجاتكم الشخصية، علشان انتوا عانيتوا من الظلم وعانيتوا من التعب النفسي، خدوا بالكم من اي امور في حياتكم، عندكم تاج، التاج ده انتوا هتلبسوه، علشان انتوا اللي تستاهلوا تكونوا على كرسي، او هتكونوا تستاهلوا فعلا تكونوا حياتكم متحسنة بسم الله ما شاء الله عليكم. هنا عندكم اخدان حق من ابراج مائيه. طيب ايه هي الابراج المائيه؟ الابراج المائيه برج العقرب، برج السرطان، برج الحوت، خدوا بالكم علشان انتوا عندكم رجوع حق. انتوا ممكن يكون عندكم القرين، القرين تعبكم، القرين مخليكم دايما تعبانين، القرين مخليكم مهمومين وشايلين هم الدنيا، خدوا بالكم، انتوا قاعدين ومنتظرين حاجات كتيرة جدا، منتظرين حكم ربنا عليكم، وحكم ربنا هيكون خير لكم. هتتعرض عليكم فرصة سفر، تعويض الله اعلم، بس في عرض عليكم والعرض ده هيكون حلو، بس عايزاكم ترموا ورا ظهركم اي حاجة تتعلق بالماضي، علشان العرض ده هيكون صفقة ليكم، والصفقة اللي ليكم دي مش هتتعرض مرتين، خدوا بالكم كويس جدا. سلطة حلوة، السلطة دي متعلقة بست كبيرة كانت دايما بتدعي لكم، في فك سحر عندكم، السحر ده هيتفك من عند ربنا، هيتقلب السحر على الساحر، ونقلتكم هتتم على خير بإذن الله، لأن انتوا عانيتوا، عانيتوا أشد المعاناة، انتوا دايما بتتكلوا على ربنا فقط لا غير، بتتكلوا على ربنا، مش مستنيين حاجة من حد، كل حاجة بتتكلوا فيها على ربنا، بس انتوا في طاقة انتظار، وطاقة الانتظار دي هتكون خير ليكم، بلاش القلق، مين الشخص اللي في ضيقة، محبوس في سجن، الشخص اللي مقفول عليه بيبان، الشخص اللي دايما بيعاني وانتوا دايما دموعكم ما بتنشفش، غير يعني دموعكم بتنشف عليه من كتر الدموع اللي انتوا بتعيطوا عليها، خدوا بالكم كويس جدا من اي قرار اليومين دول تاخدينه من كتر الضغوط اللي انتوا فيها، قراراتكم تكون حكيمة اكتر. وبشركم تاني، زواجكم هيتم على خير،
لو انتوا عندكم خطوبة هتتم على خير، عندكم خبر حمل متعلق بأطفال، او انتوا عندكم طفل بتحبوه جدا، انتوا عندكم فرحة، والفرحة دي مكتوبة لكم من عند ربنا علشان تعبتوا استنيتوا كتير جدا. في حد في مجال شغلكم بيغير منكم، الحد اللي في مجال شغلكم ده مش حابب لكم الخير، ولا حاببكم تكونوا انتوا في نفس المكان اللي انتوا فيها دي، او في نفس الامر اللي انتوا فيه. خدوا بالكم من اي اذى او من اي ضغط، رزق او باب مفتوح هيدخلكم رزق، او انتوا بيتهيأ لكم انه في امور عندكم منعكسة، لا، الامور اللي جاية دي هتكون طاقة وهتكون تغيير. بس البعض منكم بيشتكي من رجليه، البعض منكم عنده شكاوي تخص جسمه، عنده امور تخص حياة كده مش لطيفة، حاجات تعباه، حاجات هو صابر عليها وساكت، الله اعلم. خدوا بالكم من كل حاجة بتحصل في حياتكم، الفترة اللي جاية هيكون في حمل، بس انتوا عايزين تغيروا اي حاجة في حياتكم حرفياً. مين الشخص اللي عايزين تقولوا له احنا كرهناك؟ شخص عندكم كان سبب ان انتوا تتأذوا نفسيا، كان سبب ان هو اللي فعلا يتعبكم ويكسر بخاطركم، الشخص ده بتتحاسبنوا فيه حاسبا تاما، بتتحاسبنوا فيه بكل الطرق. ليه؟ علشان خاطر كان في يوم من الايام سبب، او حسيتوا ان هو كان ليه يد في اللي انتوا فيه حاليا. كمان مش عايزين تعاتبوا حد، ومش عايزين تتكلموا مع حد، كل اللي عليكم ان انتوا عايزين تقفلوا الباب على نفسكم، وما تفتحوش اي باب في كلام مع اي شخص في حياتكم، علشان خاطر انتوا ما بقيتوا تحطوا حد سدود خط بينكم وما بين ناس كتيرة. عندكم تساقط شعر، عندكم علامات في البشرة، عندكم امور مخلية الصحة عندكم في النازل، وده اكبر غلط انتوا بتعملوه على نفسكم. بلاش تاخدوا كل حاجة على اعصابكم، لان الامور اللي عندكم دي تعباكم. خدوا بالكم من نفسكم، حسن حظكم بالله فقط لغير، مش بالعبد، عشان كده ربنا كريم عليكم وعاطفي، وان شاء الله باذن الله هيكرمكم من حيث لا تحتسب. كمان في علاقه غامضه، والعلاقه دي هتكتشفوا من وراها سر للمنفصلين، في علاقه غامضه وهتكتشفوا من وراها سر، او انتوا عندكم علاقه مستخبيه، خدوا بالكم لان في حد بيدور وراكم، احذروا من اي شخص بيدور وراكم. وخدوا بالكم من الناس اللي عماله تضايق فيكم وتحرق في دمكم، انتوا ما تعرفوش الناس دي يعني بتدور وراكم ليه، او عايزه منكم ايه. انتوا كل اموركم ان انتوا بتتعاملوا بتلقائيه، بتتعاملوا بطبيعيه، وده اكبر غلط. ما تيأسوش ابدا ولا تستسلموا، حتى لو كنت اللي انتوا عايزينه بيترفض، حتى اللي انتوا عايزينه مش عارفين توصلوا، مش عارفين توصلوا له، اوعوا تستسلموا. الاستسلام هتتعبوا نفسيا، طول ما انتوا بتحاربوا علشان توصلوا للحاجة بتاعتكم عمر ربنا ما هيخيب ظنكم ابدا. اتجنبوا اي تحديات الفترة دي، تجنبوا اي خسائر بقدر المستطاع، تجنبوا على قد ما تعملوا، تجنبوا اي حاجة في حياتكم. ليه؟ علشان خاطر الامور اللي عندكم بتسحب من الطاقة بتاعتكم، الامور اللي عندكم بتخلي عندكم تراجع لورا، وانتوا ما بتحبوش ابدا ترجعوا لورا، بالعكس انتوا بتحبوا دايما تكونوا في قمة الازدهار، بتحبوا دايما تكونوا مميزين في كل حاجة في حياتكم. وعشان كده لازم تخلوا بالكم من اي حد يوصلكم كلام. في كمان تحضير فرحة في البيت، تحضير مناسبة في البيت، تحضير أمور في البيت، الله أعلم، بس بسم الله ما شاء الله عليكم في حضور حلوة، حد هيجي لكم وهيعرض عليكم فكرة، والفكرة دي انتوا هتكونوا مبسوطين جدا بيها، زي ما تكون الفكرة، بس بسم الله ما شاء الله عليكم الفكرة دي هتكون في طاقة تانية خالص، أو هيكون في أمور مستجدة هتعجبكم، وهتحاولوا ان انتوا فعلا تطبقوا الفكرة دي، علشان هتحسوا قد ايه هي فكرة مناسبة ليكم جدا. في حاجات انتوا طالبينها ومتأخرة عليكم، يعني في اكتر من حاجة انتوا طالبينها واتأخرت عليكم، مستنيين ان هي تجيلكم، مستنيين الامور عندكم تتحسن عندكم. ممكن يعني انتوا برضو هنا ظهر لكم برج الجوزاء وبرج العذراء. برج الجوزاء والعذراء في علاقة كانت بينكم، او في امور كانت في حياتكم فالامور منعكسة، في شوية ابراج عندكم انتوا بتكرهوهم كره العمى، ما تتمنوش ابدا ان انتوا يعني
تتقابلوا بيهم تاني او تستنوهم، او يعني لو رجع بيكم الزمن مش هتقولوا مش عايزين نقابل الابراج دي تاني. كل اللي مطلوب منكم ان انتوا تحصنوا نفسكم. تحصين النفس حاجة مهمة جدا ليكم، لان في ناس بتدخل لكم بالعين. خدوا بالكم، خدوا بالكم من نفسكم، خدوا بالكم من كل حاجة في حياتكم. دايما خلي عندكم كده إرادة مختلفة. انتوا في امور منعكسه عندكم، والامور اللي منعكسه دي مخليه دايما في تراجع لورا. دايما حطوا بالكم ان انتوا تكونوا متقدمين، تكونوا متالقين، تكونوا متغيرين، تكونوا اشخاص جدد في حياتكم، لان الفتره دي بسم الله ما شاء الله عليكم هيكون في طاقه جديده، وهيكون في فرج من بعد التعب اللي انتوا بتعانوا منه الفتره دي. في حد هيناديكم وهيتكلم معاكم شويه، والحد اللي هيناديكم ده ممكن يكون زميل ليكم، ممكن يكون زميل في العمل، زميل في الدراسه، زميل في الحياه. هيبقى فيه مكالمات او هيبقى فيه كلام بخصوص اشياء جديده، بخصوص مواضيع الله اعلم، بس انتوا هتستفادوا بقدر المستطاع بحاجات كتيره جدا الفتره دي. وبسم الله ما شاء الله عليكم، المعاناه اللي انتوا بتعانوا منه الفتره دي هيكون فيه تغيير جذري وحسن ظن بالله. فلازم تخلوا بالكم بقدر المستطاع، لانه حياتكم فيها تجديد وفيها استقرار نفسي وجسدي، والعيون اللي مقصره عليكم دي ربنا باذن الله هيبعدها عنكم من حيث لا تحتسب، ودايما ربنا هيكون كريم عليكم. طيب دلوقتي بقى نشوف رسالتكم اللي هتكون في حياتكم، او نشوف الرساله بتاعتكم اللي انتوا بتستنوها. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نختار الورقه دي عشان راحت لبعيد، وانتوا اصلا بتحبوا العزله. بسم الله. ستبكي من شده السعاده، كن واثق بالله، لا تصعب الأمور، فمستقبلك هيكون جميل وطموحاتك عالية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. إيه ده؟ يعني أنت عايز تفرح؟ طب أنا هستكفي بورقة واحدة؟ لا، أبقى كده ظلمتك. نختار ورقة تانية برضو، نختار دي عشان أنتوا بتحبوا برضو البعد وبتحبوا أن أنتوا تكونوا لوحدكم. لا تتسرع فستنول صبرك عن كل ما كنت تريده، وستغير حالك إلى الأفضل بإذن الله. أكبر تحية بقى. لا، رسالتكم الأولى والتانية أقوى من بعض. بسم الله ما شاء الله عليكم، يا رب ربنا يكرمكم من حيث لا تحتسب. الناس اللي كانت تبع رسالة رقم واحد تنزل وتقول آمين، واللي تبع رسالة اتنين تنزل برضو وتقول آمين. اللهم